إذا ما نتابعه في النافذة المجاورة مسيرة لداعمي ومؤيدي خارطة الطريق في المنصورة، أيضا في مسيرة أخرى في الشرقية وفي الإسكندرية داعمة لخارطة الطريق، لكن في المقابل هناك عنف متواصل أمام المدينة الجامعية للأزهر، كما شاهدنا وتابعنا قبل الفاصل في لقطات حية من هناك، اعتلى بعض مثيري الشغب أسطح البنايات المحيطة بالمدينة الجامعية وأيضا بنايات المدينة الجامعية، وبدأوا في إلقاء الطوب والحجارة. زي ما احنا شايفين ما زالت قوات الأمن تحاول السيطرة على الموقف بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وهناك أيضا كما ألاحظ إلقاء لزجاجات المولوتوف من قبل مثيري الشغب. للتعرف على مزيد من التفاصيل بشكل أدق معي على الهاتف إيمان مدحت مراسلة سي بي سي. إيمان، كيف تصفين المشهد الآن أمامك؟ المشهد تطور في لحظات من تراشق للحجارة من قبل الطلبة إلى إلقاء يعني زجاجات المولوتوف وأيضا الشماريخ على قوات الأمن وعلى المحيطين بالمدينة الجامعية. عاد الطلبة للتجمهر مرة أخرى خلف أسوار المدينة، وما أن يهتف ما أسمعناه بخطيب المدينة وتتعالى أصوات الهتافات والتكبير من ورائه. أيضا الطلبة كما توضح الصورة اعتلوا أسطح البنايات، محاولات للخروج من المدينة، خرج البعض إلى أنهم تراجعوا مرة أخرى. لكن طبعا إحنا شايفين وعرفنا منك الحقيقة قبل الفاصل أنه التواجد الأمني محدود زي ما وصفتيه، وقلتي أنه ياريت يكون في تعزيزات أمنية أكبر للسيطرة على الموقف. هل ما زال الوضع على ما هو عليه ولا في تعزيزات انضمت للقوات الموجودة بالفعل؟ يعني وصلت تعزيزات أمنية يعني في حدود سيارتان من الأمن المركزي بخلاف ثلاث سيارات متواجدة من قبل إلى المحيط. بدأت قوات الأمن في التعامل مع من أطلقوا طلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف، بدأت قوات الأمن في التعامل معهم الآن. هل تم إلقاء القبض على أي من مثيري الشغب في هذه الأحداث؟ حتى الآن لم يتم القبض على أي أحد لأنهم متجمهرون خلف أسوار المدينة. تمام، أنا بشكرك جدا إيمان مدحت مراسل سي بي سي من محيط جامعة الأزهر في شارع مصطفى النحاس حيث تجري هذه الاشتباكات، وإحنا شايفين هذه اللقطات الحية على الهواء توضح بعض من اعتلوا أسطح البنايات ويلقون كما شاهدنا على الأقل في لقطات سابقة بالحجارة على قوات الأمن. هناك أيضا إلقاء لزجاجات مولوتوف، وفي المقابل تحاول قوات الأمن السيطرة على الموقف. ننتقل إلى العمرانية، وعرفنا أنه الطريق الدائري كان مقطوع ولكن تمكنت قوات الأمن أخيرا من إعادة فتحه مرة أخرى لتوفير السيولة المرورية. للتعرف على مزيد من التفاصيل حول المشهد هناك معي على الهاتف كريم يسري مراسل سي بي سي. كريم، طمنا الأول على سلامتك الشخصية بعد الاعتداء اللي تعرضت ليه قبل قليل. أشكرك بس محمد على السؤال. أنا الحمد لله سليم. من تم الاعتداء عليهم هم احمد خليفه مدير التصوير وبولس سائق السياره. هل بتتابع حالتهم الصحيه دلوقتي في مستشفى الجيزه؟ هم في مستشفى الجيزه بالفعل، متابع حالتهم. عدد من زملائنا جاءوا الى مستشفى الجيزه لمتابعه حالتهم والاشراف عليهم. توجهت انا بعد ان توجهت معهم الاطمئنان عليهم الى محيط العمرانيه كما ذكرت لك. عقب وصولي الى محيط البحري منطقه الثلاثيه كانت هناك اشتباكات بين سيارتين لطرح ناس، سيارتين يدفعون من طرف الداخلية، سيارتين من سيارات صغيرة، كان لهم عدد حوالي 5 مجنبين، تم الاشتباك معهم، تم قطع الطريق، تم حرق ثلاث السيارات، وقطع الطريق بالكامل على كوبري المنيف. تعامل معهم مجندين باطلاق نيران، الذي اطلاق نيران من الاسلحه التي كانت صعبة على انفسهم لانهم كانوا محاطين من الاتجاهين على اعلى الدائري. المكان الذي اتحدث لك عنه هو اعلى منطقه الكنيسه. نعم. محيط منطقه العمرانيه. عقب ذلك حكم اعتقد ان الذخيره نفذت من المجندين واضطروا للهرب اسفل الدائري. كانوا تحديدا حوالي 5 مجندين. أربعة منهم دخلوا إلى مقلب للقدامة وتم حمايتهم من قبل أصحاب المقلب من هجوم هجوم متوحش من قبل أنصار معزول. ولكن للأسف تم الإمساك بأحد المجندين من قبل أنصار معزول. آخر ما شاهدته هو أخذه إلى الشوارع الجانبية منطقة الكنيسة. عقب ذلك تماما جاءت قوات الأمن
من قوات الداخلية من قوات الأمن المركزي وأطلقت نيران، ولكن أعتقد أنها كانت رصاصات فارغة لأني كنت لجانب أحد الضباط وأعتقد أنها كانت رصاصات فارغة فقط لإبعاد أمطار معزولة على الدائرة من سائل الحرب إلى الشارع الجانبية، وكانت قوة صغيرة لم يكن يضعوا قوات الأمن المركزي على ما أعتقد أنهم كانوا يلبسون ملابس ليست رسمية وليست الملابس السوداء. كريم بس خليني أراجع معك التفاصيل لأن صوتك مش واضح بالقدر الكافي. أنت قلت لي أنه نفذت الذخيرة من قوات الأمن المجموعة اللي كانت متواجدة في 5 مجندين هربوا تحت الكوبري، 4 منهم اختبأوا في مقلب للقمامة. المثيري الشغب استطاعوا الإمساك بأحد هؤلاء الجنود، طمني عليه، هل تم تحريره من قبضة هؤلاء ولا لا؟ حتى الآن لم أعرف عنه شيئا. عند وصول الضباط أبلغتهم أن أحد المجندين تم أهجه من قبل أنصار المعزول، لم يتم التعرف عليه حتى لا أتعرف على مكانه. حتى الآن تقوم قوات الأمن بينما أتكلم معهم بالتفتيش أو التشاور مع أصحاب المنازل هما هنا أسفل الدائري لمعرفة مكان هذا المجند، وكان هناك عدد من المجندين الأربعة المختبئين في مطلب القمامة تم قتلهم بسرعة الإسعاف، لكن هذا المجند لم يعرف مصيره حتى الآن. يعني خلينا نقول اختفاء أحد المجندين خلال اختباؤه من المثيري الشغب قبل ان يفتكوا به، فاختفى في هذه الاثناء واحنا مش عارفين مصيره. انصار المعزوم من مثيري الشغب قاموا بالهروب من الشارع الجانبيه هنا بهنا منطقه الفلاحيه ومعهم احد المجندين. تمام. طيب الان قوات الامن قامت بفتح الطريق نعم في الاتجاهين بكوبري المنيب، ولكن حالة الظهر التي انتابت المواطنين في سهرتهم كانت لا توصف، كان اطلاق نيران من كل مكان، الالعاب النارية كانت تطلق بالوجه، القنابل المسيلة للدموع كانت تطلق ايضا، الحمد لله لم يصل احد من طريق السهرات. نعم. ولكن المجندين الذين هربوا من السهرات المحترقة اعتقد ان كان بينهم اصابات تم ركلهم بالسهرات الاتعاز. أبسطنا قد ينصب عن ما حدث منذ نصف ساعة أنها حرب بين قوات الأمن وبين مدير الشغب. طيب كريم، يعني أولا أنا بشكرك جدا على إصرارك أن أنت تنقل لنا تفاصيل المشهد، مع الأسف الصوت ليس بالوضوح الكافي. أنا بشكرك جدا زميلنا كريم يسري مراسل سي بي سي من أعلى الطريق الدائري. كريم كان بيتابع الموقف في العمرانية وفي منطقة الهرم لما تعرض هو وزملائه للاعتداء. زميلنا بولس ونيس سائق السيارة وزميلنا أحمد خليفة مدير التصوير تعرضوا لإصابة وتم نقلهم لمستشفى الجيزة. كريم اطمأن عليهم ورجع مرة تانية على الطريق الدائري علشان ينقل الحقيقة. الكاميرا مش موجودة، بنحاول نقل الحقيقة بكاميرا المحمول، وبالتالي لن يؤدي الاعتداء على الطواقم الصحفية إلى منع الحقيقة، يعني سوف يواصل زملائنا عملهم وبنحييهم وبنوجه لكم الشكر والتقدير الشديد. مرة أخرى نعود لمحيط جامعة الأزهر وأمام المدينة الجامعية في شارع مصطفى النحاس، حيث ما زالت تتواصل الاعتداءات هناك على قوات الأمن والاشتباكات ما بين مثيري الشغب من الطلاب وقوات الأمن. وللتعرف على مزيد من التفاصيل معي على الهاتف الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور، ده حضرتك. الحمد لله. طمنا يا دكتور على تطورات الموقف، احنا شايفينها طبعا على الشاشة لكن عايزين نعرف المزيد من حضرتك. والله طبعا هم الطلاب دول بعد صلاة الجمعة اللي هم أرادوا طبعا أن يخرجوا إلى الشارع مرة أخرى كما حدث ليلة أمس، ونتج عن هذا طبعا فات طالب في سنة أولى في كلية الزراعة. أي. فنتقدم لأسرتي بخالص العزاء أولا. إذا هو طالب في كلية الزراعة في الفرقة الأولى. في الفرقة الأولى. ده اللي توفي. طبعا نتقدم لأهلي بخالص العزاء. بالتأكيد يا فندم. إيه سبب الوفاة يا دكتور؟ وسبب الوفاة طبعا هم لما خرجوا أرادوا أن يقطعوا مصطفى النحاس أمام المدينة الجامعية. أي. تصدوا لهم الأهالي من حي هناك طبعا دي مليء بالمحلات التجارية. وكوفشيوب وحاجات زي كده يعني. فتم تصدي لهم الاهالي، فتم تصدي الاهالي بقوه يعني لهم. ثم بعد ذلك طبعا الشرطه تدخلت لفض هذا النزاع. ايوه. لان طبعا احد هؤلاء الطلاب قد سقط طبعا خارج المدينه وليس في داخل المدينه علشان نقول كلمه حق يعني.
يعني هو الطالب لما مات داخل خارج المدينه. يعني اذا فارق الحياه خلال اشتباكات مع الاهالي؟ نعم فارق الحياه خلال اشتباكات مع الاهالي خارج المدينه. نعم هو يعني ولكن في خلال اشتباكات مع الاهالي اللي حضرتك بتقول ان هم تصدوا لهؤلاء الطلاب. ولكن هو طالب يقول طبعا الطب الشرعي يقول طبعا هم طبعا لسه هنشوف نتائج التحقيق. ولكن هو يقال انه اصيب بطلقه خرطوش ولكن هذا الخبر ليس طبعا مؤكد ولكنه مات طبعا خارج المدينه. تمام. تم القبض على 7 يا فندم، هل هم من الطلاب ولا من مواطنين خارج الجامعه؟ لا يعني انا برضك الطلاب ليس كلهم داخل من داخل الجامعه ولكن كثير من هؤلاء من خارج جامعه الازهر. اه طيب ماذا عن التطورات النهارده يا فندم؟ داخل المدينه اللي داخل الجامعه احنا بنقوم ب طبعا رصد وبالاخلاء، احنا كل يوم نخلي ترى يعني طلاب وطلاب من المدن الجامعيه بجامعه الازهر. اما اللي هو خارج او ده من خارج الجامعه فنقوم برصده اما بالاسم او بالشكل ونقوم باعطاء السلطات المعنيه التي تتصرف معه يعني. طيب ماذا عن الموقف اليوم بقى، المشهد اللي احنا شايفينه النهارده، هذا المشهد اللي حضرتك؟ الموقف اليوم هو بعد صلاه الجمعه اراد ان يخرجوا ولكن طبعا الامن طبعا لم يمكنه من ذلك، فدلوقتي يعني منهم من فوق المباني يرشقون طبعا الامن بالحجاره او شيء من هذا القبيل، ولكن طبعا يعني الامور يعني تعتبر يعني بتهدأ فتره ثم تصور مره اخرى وهكذا، ولكن بعد كما قلت لحضرتك احنا يعني بلغنا مجموعه عده اسماء الان دلوقتي. نعم. من المشرف الاسكان اللي هو داخل المدينه. آه. بمجموعه من الطلاب، فانا الان في الجامعه والله يعني انا ورئيس الجامعه والنواب في الجامعه عشان بنستعد للامتحانات غدا بمشيئه الله ان شاء الله. احنا الان متواجدين داخل الاداره بالجامعه، وطبعا هؤلاء الاشخاص الذين وصلت اسمهم الينا نقوم باتخاذ الاجراءات ضدهم. طيب طبعا الامتحانات يا فندم هتبدا يعني رسميا يوم الاحد المفروض كما اعلن يعني بيان يعني ان شاء الله الأزهر. في بعض الكليات هتبدا غدا بمشيئه الله. وانا عاوز برضك يا دكتور محمد عاوز ابلغ الاشاعات المغرضه التي بتتواصل على الفيسبوك وعلى غيرها من الوسائل الاخرى ان الامتحانات في موعدها بمشيئه الله، الامتحانات في موعدها في جامعه الازهر. لو النهارده الازهر اصدر بيان بالفعل وقال ان المواعيد هتبقى ماشيه ونحن الان في الجامعه، وطبعا الحمد لله يعني لو ان شاء الله غدا بمشيئه الله الامتحانات سوف تعقد في موعدها. يا فندم يعني دكتور احمد يعني احنا عارفين ان انتوا يعني عايزين وكلنا بنتمنى انه الامتحانات تمر بهدوء وبسلام واجهزه الامن تعهدت بتوفير الحمايه اللازمه، لكن ايه يعني احنا شايفين المشهد النهارده مشهد مؤسف واحنا على بعد 48 ساعه واقل من الامتحانات، هل يا ترى في توقعات انه ممكن نشوف المشهد ده يوم الامتحانات ويبقى ايه رد الفعل وقتها؟ كل التوقعات معمول طبعا حسابها وكل استغراقات ممكن اللي انت ممكن ان تحدث طبعا موضوع امام السلطات المعنيه بهذا الامر، وهي ان شاء الله مستعده كل الاستعداد. اصل اللي بيعمل الكلام ده النهارده يبقى مش بيذاكر، ما هو لو عنده امتحان بعد بكره لازم يبقى دلوقتي يذاكر. نتحدث دلوقتي بيقول يكون عند طالب يكون عنده امتحان غدا ويعمل هذا الامر، اكيد هو مش طالب فيبقى مش داخل الامتحان. وهذا فعلا وهو فعلا هذا كما حضرتك بتقول فعلا كيف يكون طالب بامتحان غدا ثم يقوم بعمل مثل هذه الامور، فهو ليس بطالب على الاطلاق يعني. طبعا يعني المشهد في الازهر بيتصدر الصوره، واحنا بيشرفنا في الاستوديو الكاتب والروائي الاستاذ يوسف القعيد وعايز يشترك معنا في الحوار ويوجه لحضرتك سؤال او ملاحظه، اتفضل يا استاذ يوسف. اتفضل. دكتور احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مجلس الوزراء عندما اعلن ان الجماعه ارهابيه قال انه الحرس الجامعي يدخل ان الشرطه تدخل الجامعات فورا اذا حدث ما يبرر ذلك. الامر الثاني ان اللواء هاني عبد اللطيف قال امبارح ان هينزلوا كلاب بوليسيه تعثر على اي متفجرات او شماريخ او اي حاجه قبل ان تستخدم. ليه الاجراءين دول ما تموش في جامعه الازهر واحنا عارفين انها بؤره اساسيه حاضنه لاشياء مخيفه؟ نحن متواجدون الان يا استاذ يوسف بخصوص هذا الامر، فتجد قوه من الشرطه طبعا مثلا لتمشيط جميع اللجان الموجوده بالحرم الجامعي بمدينه نصر وللاستعداد ان شاء الله لامتحانات غدا بمشيئه الله. يعني احنا النهارده الجمعه واحنا متواجدون الان بخصوص هذا الامر ان شاء الله.
طب الاساتذه اللي دخلوا اسلحه ومتفجرات في سياراتهم في جامعه الازهر حسب ما نشر في كل الصحف، هل ده يعني هو طلع الاساتذه الذين تم رصدهم وخروجهم عن القواعد تم تحويلهم الى مجلس تاديب وتحقيق جاري معهم، وقد يصل بهم الامر الى الفصل من الجماعه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور احمد حسني نائب رئيس جامعه الازهر على هذه المعلومات والتوضيحات، ونتمنى انه الامتحان تمضي بهدوء وبسلام ان شاء الله. اعود مره اخرى الى ضيف الاستاذ يوسف القعيد، واحنا كنا بنقرا في الصحافه المحليه اليوم اللي بتتصدرها آثار وتداعيات صدور قرار مجلس الوزراء بالأمس باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية. جريدة الوطن، معلش نبي قبل الجرايد أسأل سؤال، أسألك يعني نتبادل المواقع. إيه الذي يمنع الشرطة أنها تتعامل وفق القرار اللي طلع أنها جماعة إرهابية مع هؤلاء الناس؟ وقالوا امبارح أنه العقوبات تبدأ من 5 سنين وتصل الى الاعدام. حاجة تانية، ان مجلس الوزراء قال الاخوان جماعة ارهابية وعلى القوات المسلحة التدخل اذا لزم الامر. اين القوات المسلحة؟ يعني تدخلها هنا مطلوب، لان انا شايف الواقعة الخطيرة اللي حكاها لك زميلك اللي على الدائري. ان الاولاد الخمسة الذخيرة معاهم نفذت فنزلوا الى مقلب زبالة فتم ضبط واحد منهم. ده دي حاجة خطيرة، دي واقعة خطيرة، وتحريره أهم من تحرير أي مسؤول في الدولة. لأن ده معناها أن ما حدش هيروح بقلب جامد ويقوم بواجبه بقلب جامد، وبعدين إزاي الذخيرة تخلص منهم، وبعدين هل لم يكن معهم ضابط يقودهم ويشجعهم على مواجهة الناس دول؟ أنا شايف يعني طبعا إحنا يعني بالتأكيد نتمنى ونصبوا إلى المثالية في إحكام القبضة الأمنية، لكن برضو إحنا بنقدر الموقف في أكتر من بؤرة مفتوحة أمام قوات الأمن في أكتر من مكان، وفي عمل تأمين الاستفتاء. فيعني أنا ممكن أضع الحادث بتاع العمرانية ونفاذ الذخيرة من هؤلاء الجنود في هذا السياق، إنه في سعي لإنهاك قوات الشرطة، في سعي منظم لإنهاك الشرطة. بس لازم أنا طبعا لا أريد أن أنا أسقل عليهم ولا أنتقدهم، وبيعملوا عمل عظيم جدا، ده مش تبرير، وهم في حالة حرب. هم في حالة حرب مع أعداء أخطر من الصهاينة. لكن مثل هذه الأشياء يجب أن تخضع لتحقيق مهم. بالتأكيد. لأن وزير الداخلية وجهاز وزارة الداخلية عارف أن اليوم ده هو اختبار القوة الأساسي بين الإخوان الإرهابيين والدولة المصرية، وأنا شايف أن المجتمع المصري ما يلعبش دور المتفرج أبدا. لأن دوره مهم. خطورة جامعة الأزهر دي، وممكن مراسلتكم تقول لك يعني أن أمام الجامعة مباشرة صفوف محلات قائمة على التعامل مع الطلبة، بيصوروا لهم ورق، بيعملوا لهم أكل، بيعملوا كل حاجة، وبالتالي ربما ما كانش عندهم إحساس ضد هؤلاء الأولاد، لكن على الشرطة أن تملأ هذا الفراغ، وعلى القوات المسلحة أن يبقى عندها درجة عالية من اليقظة. الفريق أول عبد الفتاح السيسي قال كل من يريد مصر بسوء لن يبقى على وجه الأرض. فيجب أن الكلام ده يوضع موضع التنفيذ. أنا عارف الأخطار كتيرة برضو بالنسبة للجيش وحدود مصر مترامية، لكن تنفيذ القرار بتاع امبارح النهارده في ارض الواقع مش هقول 100%، مفيش اي حاجه 100%، انما بنسبه 70 او 80% مطلوب جدا عشان هيبه الدوله ما تتبخرش في الهواء. لكن اعتقد انه يعني تطبيقا لهذا القرار على ارض الواقع، وزاره الداخليه اوضحت في عدد من الاخبار العاجله معلومات ربما تتعلق بهذا الامر. اولا اكدت وزاره الداخليه انه تم ضبط 147 عنصرا اخوانيا بينهم 28 سيده في 8 محافظات لإثارتهم الشغب وقطع الطرق والتعدي على المواطنين وقوات الأمن بالأسلحة النارية والخرطوش وزجاجات مولوتوف. أيضا وزارة الداخلية أفادت بأنه المواجهات مع عناصر الإخوان أسفرت عن إصابة عدد من رجال الشرطة، أحدهم أصيب بطلق ناري ومواطن أصيب أيضا بطلق ناري في مدينة الفيوم. دي كلها تطورات اليوم. وزارة الداخلية أكدت أيضا أنه عناصر الإخوان أضرموا النيران بسيارتي شرطة تصادف مرورهم في مناطق المسيرات في محافظتي القاهرة والمنيا. ده يعني نص البيان اللي صدر أو التصريحات اللي صدرت عن وزارة الداخلية. أيضا مديرية أمن دمياط أفادت بأنه تم فض مظاهرة لعناصر تنظيم الإخوان في دمياط الجديدة وتم ضبط العشرات منهم.
ونعيد التذكير بأنه اللواء أمين عز الدين مدير أمن اسكندرية صرح لسي بي سي أنه تم ضبط 14 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية وبحوزاتهم زجاجات مولوتوف وطلقات نارية فارغة وأقنعة. يعني على الأرض بالتأكيد اليوم سيختلف عن ذي قبل فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين. هل ده اللي بيضرب الطوب ده طالب؟ لا، لو طالب الجامعة له ملامح شكله طبعا. هو يعني هو قادم من داخل المدينة الجامعية، يعني ليس كل من داخل المدينة الجامعية طالب. يعني في ناس أنا بشوف عبر التلفزيونات الأخ بكوفية ده اللي رابط نفسه بكوفية بيضة ده وحاطط طاقية على دماغه، أنا لا أعتقد أبدا أنه طالب جامعي بأي حال من الأحوال. يعني فكرة تسلل بعض الناس للجامعات والاحتماء بها وضرب بهذه الطريقة، أنا شايف أن استمرارها شديد الخطورة، لأنك لا تتصور حجم الارتباك اللي جامعة الأزهر دي في مدينة نصر تبدأ من الأوتوستراد وتنتهي عند مصطفى النحاس. فيعني شارعين بيشلوا تماما طول ما في هذا الوضع. ما الذي يمنع من اقتحام المبنى؟ ما الذي يمنع من إلقاء القبض على هؤلاء الأولاد؟ ما الذي يمنع أنه أي حد مش طالب ليس طالبا في الجامعة؟ هم ضبطوا حالات كتيرة جدا قبل هذا، يحاكم محاكمة سريعة جدا ويحاسب على هذا بموجب قانون العقوبات أو قانون التظاهر أو أي قانون. يعني الآن الحقيقة لا تجري هذه المشاهد في الخفاء، هناك كاميرات مسلطة على المشهد وطلاب دول لازم يبقوا عارفين أنه وجوههم واضحة في هذه اللقطات وبيعرضوا نفسهم للعقوبات. أنهم متصورين. وامبارح الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية كان ضيفي وتكلم عن هذه الظاهرة وقال أنه على الطالب اللي عنده إحساس بالوطنية أن هو يترجم هذا في العمل وفي التعليم. طبعا طبعا. وإحنا مقبلين على الامتحانات. فأنا الحقيقة بأخرج بس عن موضوعيتي قليلا وأقول أنه هؤلاء الطلاب مكانهم دلوقتي أمام الكتب. طب يعني لازم الامتحان بكرة أو بعد بكرة، هذا هو الإنجاز الحقيقي للوطن ده اللي البلد طبعًا محتاجه. طبعًا. يعني هو متغرب ليه؟ عشان يتعلم وياخد شهادة. يعني ده الهدف جاي عشان يضرب طوب ولا يضرب الشرطة ولا يهين الوطن ولا يعمل أي حاجة. أنا مذهول من اللي أنا بشوفه ده. الحقيقة أخذتنا الأحداث الميدانية بعيدا بعض الشيء عن الصحف، لكن أنا هرجع لها مرة تانية. جريدة الوطن في الصفحة الأولى فيها معلومة عايز من حضرتك تعليق عليها، تتعلق أيضا بتداعيات صدور هذا القرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. قال سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة أخطرت 17 دولة عربية وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 98 والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013 بقرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية. برأيك من الدول قد لا يستجيب لهذا القرار؟ عندنا 17 دولة سيتم إبلاغهم، يا ترى قطر من بين الدول اللي هتستجيب ولا لا؟ ده السؤال. لا، هل هي موقعة؟ هي موقعة. قطر موقعة؟ هي موقعة. طيب يبقى كويس، وقعت قريبا كمان. وأنا عايز أقول كمان بالنسبة للبعد القومي العربي أن الدولة العربية الوحيدة اللي عملت بيان بمجرد اعتبار الإخوان جماعة إرهابية وعملت بيان تدعم مصر فيه المملكة العربية السعودية. أيوه. الدولة العربية الوحيدة. إذا كانت قطر موقعة على هذه الاتفاقية يجب إلزامها عبر أمانة جامعة الدول العربية بأنها تضع هذا الكلام موضع التنفيذ، لأن هي فيها عدد كبير من المطلوبين. يعني امبارح طلع قرار من النيابة بضبط وإحضار الشيخ القرضاوي، فيجب تسليم هؤلاء الناس. أخطر الانتربول بالفعل. أخطر طبعا. وهناك عاصم عبد الماجد موجود هناك. يعني الموقف يحتدم أمام المدينة الجامعية لجماعة الأزهر شارع مصطفى النحاس. الموقف يحتدم وبالتأكيد سنتابعه. ولكن ونحن نختم هذه الجولة في الصحف المحلية حختم بخبر قد يمنحنا بعض التفاؤل. على الصفحة الأولى من جريدة الشروق، أستاذ بأزهر أسيوط ضمن أفضل 100 عالم على مستوى العالم. صرح نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط الدكتور محمد عبد الشافي بأن جامعة كامبريدج البريطانية منحت الدكتور عصام رمضان الأستاذ بكلية العلوم شهادة أفضل عالم ضمن أكبر 100 عالم على مستوى العالم. هذا هو الإنجاز الحقيقي. طبعًا. العلم والتعليم. طبعًا. أنا بشكرك جدا. وفي خبر تاني كمان عن عالم آخر تم تكريمه أظن في ألمانيا أو عالم مصري أيضا. أيوة. ودي حاجات
يجب ان احنا نبرزها ونتكلم عنها اكتر. الدكتور عصام حجي ابرز بالامس تقدم مصر في مرتبه الدول اللي بتهتم بالبحث العلمي، وصلنا لمرتبه 46، مش مرتبه ممتازه، لكن لما نقارنها بالمرتبه بتاعتنا في قطاع التعليم 146 هنحس قد ايه البحث العلمي عندنا متقدم جدا. ويا ريت اللي بيضربوا طوب دول، يا ريت اللي بيضربوا طوب دول يشوفوا الدكتور رمضان اللي هو تكرم، وده برضو خريج الازهر. نعم. خريج الازهر، لكنه كان عارف هو رايح الجامعه يعمل ايه، رايح الجامعه يتعلم ويتفوق ويرفع اسم نفسه واسم بلده واسم امته في كل مكان من العالم. يا ريت يعرفهم ان عندهم مهمه اخرى غير اللي بيعملوه ده. دائما مهمة هناك أمل تانية. إن شاء الله بإذن الله تتحسن الأمور. أنا بشكرك جدا الكاتب والروائي الأستاذ يوسف القعيد على صحبتك معنا في هذه الجولة. شكرين. سواء في المتابعات الميدانية أو في الصحف المحلية. شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدين التغطية مستمرة، ولكن بعد الفاصل نلتقي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي وجولة في الصحف العالمية وأيضا متابعة ميدانية.